فن الشارع هو عبارة عن دقات قلب، هو عبارة عن ممارسة إنسانية. بالنسبة لي أنا كتقي سباتين، ممارسة لا هوية فلسطينية. أنا اسمي تقي الدين سباتين من قرية حوسان في بيت لحم. أنا درست وتخرجت من الأكاديمية الدولية للفن المعاصر فلسطين رام الله. بالإضافة لشغلي اللي هو الفن الشارع، أنا بركز أكثر إشي على شعور الإنسان الفلسطيني وعلى جزئيات القضية الفلسطينية وعلى طبيعة أرض فلسطين الجغرافية والتاريخية والقدسية. تفاعلت مع قضية إنسانية عالمية اللي هي قضية جورج فلويد ورسمتها كمان على الجدار. رسمت إياد بنفس الطريقة اللي رسمت فيها جورج فلويد، وكتبت جنبي إنه ليس فلويد فقط، إياد الحلاق أيضا. أكثر رسومات اللي كانت مهمة إلي طبعا من عام 2014 لليوم 30 لوحة بيحكن قصة أرض فلسطين من الشمال للجنوب. أثر رسوماتي هو أثري أنا كإنسان. رسالتي للناس، كل حدا في عنده طريقة للتعبير. الأب بيعبر عن حبه لابنه باحتضانه أو بتقبيله. أنا كفنان بعبر عن كوني إنسان من خلال رسوماتي على الجدار إن كان أو غير على الجدار.